شايف الشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه؟ الحمد لله شويه. النادي الاهلي فوز ببطوله كاس مصر والجمع ما بين بطوله الدوري وبطوله الكاس، طبعا اكيد شيء مهم جدا وشيء جيد جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. باسم مبروك يا باسم، طبعا بطوله الكاس السنه دي بطوله يمكن كانت صعبه، وبالتحديد اخر مباراه الناس يمكن خلاص قالت فقدت الامل شويه، لكن النادي الاهلي دايما موجود في الاوقات الصعبه. طبعا الحمد لله طبعا على البطوله، بطوله انت عارف ان هي غايبه بقى لها بتاع 9 10 سنين، فالحمد لله النهارده ان انت تبقى متاخر في الشوط الاول الاضافي بهدف، وان انت ترجع وتكسب المباراه، ده في حد ذاته ده طبيعه لعيبه النادي الاهلي اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش، الروح اللي بتبقى موجوده في اللعيبه. الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله غاليه كانت غايبه عننا، كنا محتاجينها ان انت تكلل مجهودك السنه دي في دوري وكاس، فتتحسب للعيبه كلها السنه دي ان شاء الله. يعني نقدر بقى نفكر في نريح فيه فتره بسيطه ان شاء الله، عندنا برده مباراه سوبر ان شاء الله نقدر نفكر فيها، وبتبقى بدايه مفكر لينا في الموسم الجديد ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن الموسم السنه دي كان صعب عليك شويه، اصابات كتير، لكن رجعت في الوقت المطلوب واديت بشكل اكثر من ممتاز. طبعا الحمد لله على كل شيء. وقت الاصابه بتاعتي في فترات كده كنت بعيد شويه، بس الحمد لله الواحد لما بيرجع يعني بيبقى مركز، بيبقى اهم حاجه بشكل كويس، ومش مهم اهم حاجه كنت موجود مش موجود النهارده، الحمد لله اللي كان موجود وفتح اللي لعب مكاني هو اللي جاب لنا البطوله، فدي في حد ذاته دي الروح اللي موجوده بيننا وبين اللعيبه كلها، ده اللي احنا عايزينه، ان احنا في الاخر المجمل كله ان يصب في مصلحه النادي الاهلي، وده اللي حصل النهارده. توفيق.